يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه، ايه الكعب ده؟ شفت دي؟ حلو الواد ده جامد على فكره، بس صلاح معلم عليهم كلهم بقى. لا صلاح صلاح ده في حته تانيه. طب بالنسبه للي مالوش في الكوره بقى يعمل ايه دلوقتي؟ مضطر يقعد يسمع الكلام ده، خاصه لو مش عارف يقوم من مكانه زي كده بالظبط. شفت دي بقى معلقه مسقعه من البنزغرات دي؟ دي هتعجبك هتنبهر. انت اللي عاملاها؟ امال طبعا مشاريها تحفه تحفه بجد يا ماجد، مسقعه تحفه. بس انت مزوده فيها الزيت شويه؟ لا لا خالص. ده مش عارفه ليه حسيت كده. دوق من البطاطس دي. بتاع يا حبيبتي. حد عايز كوبايه بقى يا جماعه؟ لا. شيري انا عايز. هجيب لك معايا سلام. اهي جايه مع مراتك. ماشي حبيبي. هتحطي لي معلقه من المسقعه دي يا ماجي، انت اللي عاملاها؟ ايه؟ اكلها احلى من اكلي؟ هو انا قلت كده؟ طب اتلم شويه كل بطاطس. لا يا ماجي حرام عليكي، انا كده كتير. انت بتاكلي الاثنين دلوقتي، بتاكلي ليكي قولي اللي في بطنك. مش لما يبقى موجود اصلا اللي في بطني. لا على اعتبار مساكو. خلاص بقى كفايه بقى، ما تزوديهاش. وبعدين ما تعمليها انت كمان عشان ناكلك براحتنا. صراحه كده انت شجعتيني وفكر اعملها فعلا. اهو يعني البيبي بتاعك لاقي حد من سنه يلعب معايا برضه. مش عشان كده بس، عشان جوزك يتحمل المسؤوليه شويه، يمكن يعقل صاحبه. ايه ده هو فين؟ وانا ليه حاسس ان انتوا جايبين في سيرتي؟ اساسا انت مش سامع يعني؟ ده انت ايامك معايا سودة. بس استنى بس اما اخلص اللي انا فيه. انا؟ ايه ده؟ جميله تعمل اللي هي عايزاه. اسمع وانت ساكت. ماشي حقك. الفراخ دي تحفه، انا اللي عاملاها. مني ليك. ماشي بقى. بيت عيد ميلادك. اركن العربية وتعال. خايف لا تعمليها زي كل مره وما اعرفش قبلك. بس هو واحنا ما اتكلمناش في الفيلا عندك ليه؟ ولادي كانوا في البيت، هنتكلم ازاي؟ هنروح مشوار مع بعض وهرجعك عند عربيتك تاني. هروح فين؟ هقول لك السر. ماشي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.